المشروع بتاع الضبعة مشروع ضخم جدا وصعب جدا ومعقد جدا، ما هوش بالسهولة، ولا هو نزهة، ولا هو محطة كهرباء عادية. يعني ما هوش محطة كهرباء تشتغل بالمازوت أو بالغاز أو لا، ما هوش محطة كهرباء عادية خالص. محطة نووية تختلف اختلاف كلي وجزئي عن أي محطة كهرباء، عشان كده حتى سعر تلاقي سعرها غالي. فالأمور في هذا المشروع معقدة وصعبة، وهو أضخم مشروع هيبقى في تاريخ مصر حتى الآن يعني. فكون إن يحصل فيه تأخير ده مش عيب، خصوصا إن المفاوضات نفسها ممكن تتأخر عن كده كمان، لأن طبعا إن كنا تكتب عقد لأربع محطات نووية في وقت واحد، وخاصة وإن المحطات النووية دي الأربعة محطات جديدة لم يتم اختبارها بعد في روسيا،